يا لهوي يا لهوي. اسم الله عليك اسم الله عليك يا عم. ايه اللي صابك؟ مالك يا برد عليا يا حبيبي؟ ما تنطق يا بنت. ايه اللي جراله؟ ما اعرفش انا ميت وقع لوحده كده. اسم الله عليك يا عم اسم الله عليك يا غالي. ايه اللي جراله؟ رد عليا يا بابا ابوس ايدك اعمل معروف يا بنت. ما تنطق. ايه اللي جراله؟ يوه والله العظيم بقى بقول لك ايه يا عارف. اجري قوام شوف لنا دكتور يا اخوي. هتسيبه مرمي كده؟ بس اما اعرف ايه اللي جراله على غفله كده. مش غيري هي اللي تعرف. انطق يا مضروبه. ما اعرفش. انا راح اشوف دكتور بالعاجل. بسرعه يا عارف قوام يا اخوي. بعد الشر عليك يا عمي. الف بعد الشر عليك يا غالي. الو ايوه مين؟ غالي في ايه يا بنت السعاده؟ اخويا زكريا. لا حول ولا قوه الا بالله. امتى حصل الكلام ده؟ طيب احنا جايين حالا. يا مروان يا صلوى. اخويا زكريا. ابويا. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي حصل بس؟ عارف يا ابني ابويا اتشل يا عمي. وقع من طوله فجاه يا كبدي. لا حول ولا قوه الا بالله. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور مروان. اتفضلوا. يلا يلا يا غالية انزلي مع امك وجليلة سايبينهم تحت. وانت يا بنت انزلي معاها. يلا 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 يا بنت. لا حول ولا قوة الا بالله. سلامتك الف سلامة يا اخويا. استرها يا رب. ايه بقى يا اللي تنزغدي في قلبك؟ فهميني ايه اللي حصل بالراحه كده؟ ما اعرفش والله ما اعرف. هو ايه اللي ما تعرفيش؟ احنا خرجنا لقيناكي واقفه جنبه، يعني شفتيه وهو بيقع. فهميني يا بنت وقع ازاي؟ اني ما كنتش واقفه جنبه وما شفتوش وهو بيقع. اني نزلت على صوت وقعته. وايه اللي نزله من اوضته السعاده؟ ما اعرفش. هو هيجي نازل من الاوضه اقول له نازل ليه؟ يا اخواتي اني هتجنن بقى. يبقى الراجل راجع معانا من مصر زي الفل يوم وقع الوقعه دي؟ مين بس اللي قالك الخبر ده؟ ثروت لسه مكلمني وبيقول لي ان كلهم هناك وانا لازم اروح على هناك حالا. طب انا هودي زكريا عند جارتنا ام محمد واغير وجهي معاك. حول ولا قوه الا بالله. يا ربنا يشيل عنك يا حاج زكريا. ده لسه جاي من مصر لله. دي ايه اللي حصل له بس فجاه كده؟ طب اجهز يا ابني بسرعه عشان نقف جنب شاكر. يلا يابا حبيبي يابا. استرها معانا يا ربنا. جيب العوايد سليمه يا رب. اشفي يا رب اشفي. مروان يا رب. خير يا اخوي؟ طمنا يا اخويا. فين؟ اهدوا يا جماعه ان شاء الله خير. ابويا عمل ايه يا دكتور؟ اهدوا يا جماعه اهدوا يا جماعه. الدكتور مروان هيفهمكم على كل حاجه. ايه اللي جرى ده يا عمدي؟ امر الله. ايه يا جماعه؟ ايه عارف؟ ايه يا غالي ابويا ماله؟ ماله ابويا؟ اهدوا يا جماعه شويه عشان اقدر افهمكم. بصراحه كده عم زكريا اتعرض لصدمه عصبيه شديده قوي او زعل جامد. هو اللي وصله الحاله دي. والحاله دي يا مروان فهمني بالظبط. ما تقول يا مروان ما تفهمنا يا اخوي. ابويا هيخف ولا لا؟ للاسف هو جات له جلطه في المخ ولازم يتنقل المستشفى. ابويا. لا حول ولا قوه الا بالله. جلطه؟ يا ساتر يا رب. لا مستشفى لا. ابويا ما يدخلش مستشفى ابدا. استني بس انت يا جليلي. الدكاتره هم اللي قرروا. يا عيني عليك يا حاج زكريا. ليه كده بس؟ وهي انا المستشفى هيتعمل فيه اكتر من اللي اتعمل في البيت. يا جماعه العنايه هناك بتبقى مركزه ومكثفه والعلاج بيبقى منتظم. احنا هنكون تحت رجليه. قولوا لنا نعمل ايه واحنا نعمله. واللي هيتعمل في المستشفى نعمله احنا وزياده. بس ابويا ما يتبهدلش ابدا. بهدلت ايه بس يا جماعه؟ شيء عادي قوي. اي واحد بيتعب بيروح المستشفى. برضه مش بالسهل كده يا حضره العمده. الراجل طول عمره قيمه وشيخ عرب. مش بالسهل عليه يا اخويا يخرج من داره متشال كده وسط الناس ويروح المستشفى. عندك حق يا طنط. الحكايه دي ممكن تتعب نفسيته قوي. يا مروان احنا عايزين نعرف ايه اللي المفروض نعمله عشان الحاج يخف يقف على رجليه تاني. يا جماعه التقدير النهائي للدكاتره. انتوا رايكم ايه يا دكاتره؟ والله اللي يشوف الدكتور مروان هو ملوش زوجه ولا ايه؟ ليه يا دكتور؟ بنتي حسني تعالي هنا بسرعه يا بنت. يوه اهي يا دكتور. ايه تعرفي تقومي بالاعمال اللي بتقوم بيها الممرضه وتاخدي بالك منه كويس؟ اللي انت عاوزينه اني هعمله. لا احنا اللي هنخدمه. ولاده هما اللي هيخدموه. طبعا. امال ايه؟ هنحطه في عناني. خلاص يا دكتور نخليه هنا في البيت وانا هبقى معاه باستمرار. ولو حصل لا قدر الله اي تطور في الحاله نبقى ننقله المستشفى. هو ده الكلام المظبوط. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي جرى لك يا زكريا؟ اني قلبي حاسس من مده ان الحاج شكله مش مظبوط. انا مش قلت لك يا سعاد؟ فعلا يا حبيبي كنت قلقان عليه قوي. الحمل زاد عليه قوي وهو كبر واحنا كلنا مفضينا من حواليه غصب عنا. ربنا يجيب العواقب سليمه يا راضي. يا رب يا رب يا سعاد. ولو ان اللي قاله في التليفون ما يطمنش. هو ما بقاش صغير. مش حمل وقع جامده زي دي. صلى على النبي يا راضي امال. عليه الصلاه والسلام. ما تقدرش البلاء قبل وقوعه يا حبيبي. ادينا رايحين نطمن عليه وان شاء الله تكون حاجه بسيطه. يا رب ربنا يستر. ايه يا اولاد انا جاهزه. ما تخليك انت يا طنط. ما كفايه انت فيه يا خبر.
ده الحاج زكريا صاحب واجب وما بيتأخرش عن حد أبدا. يا رب اشفيك يا حاج زكريا وشيل عنك يا رب. ألف سلامة عليك يا أخي، يا ريتني كنت أقدر أشيل عنك. سلامتك يا حاج. ألف سلامة عليك يا أخويا، ألف سلامة. على عيني يا أختي، أكيد حيتجنن على العيل اللي في بطنه. ما تخافش إن شاء الله حتولد وتقوم بالسلامة. بنتي يا حسني قربي يا أختي، يمكن عايزك في حاجة. عاوز مني حاجة حاج؟ عامل لك حاجة؟ أي حاجة تعوزها يا عمي شاور لنا بس، إحنا كلنا حواليك وتحت رجليك. اسم الله يا عمي، على عيني على عيني رقدتك يا غالي. ما تخافش يا أبا، كلنا حواليك وإن شاء الله هتخف. إن شاء الله يا أبا هتخف، هتبقى زي الفل وهتقف على رجليك تاني. ما تخافش يا أخوي، إن شاء الله مراتك هتولد على خير وحتربيه في خيرك. منك لله، أدمك نحس من يوم ما دخلت علينا ما شفناش يوم عيدنا. بس يا جليلة شو وقت الكلام ده؟ إن شاء الله يا بعض هتخف، الدكاترة قالوا إنك هتخف وحترجع زي الأول كمان. وإمتى حصلت الحكاية دي يا قلب؟ الظاهر يا سعادة البنا حصلت بالله، عشان من طلعت النهار والدار عندهم بتشغل كده. يعني وقعت يا زكريا، عايز تخلص الطار بدري ليه؟ وسيادتك ناوي تعمل ايه؟ مش عارف. مش عارف؟ يعني اصلا اتفاجئت. اتفاجئت؟ ومش عارف اللي جاي وياه هيبقى ازاي؟ ازاي؟ مش عارف منين يا ولد. حاضر يا سعادة البيت. صباح الخير يا سعادة البيت. تعالي يا عنات، اقعدي. ما تقعدي يا بيت. قعدني. وعي تكوني زعلانة مني يا عنات. واني هزعل منك ليه؟ يعني عشان شتمتك وطردتك ليلة امبارح. عادي عادي. قولي لي يا بنت، انت تعرف اللي حصل لزكريا دي حصل ازاي؟ امال ايه؟ حصل قدام عيناي. طب ما تتكلمي يا بنت ساكته ليه؟ انا كنت واقفه انا والبنت حسنى بنتكلم في الشباك، لقيناها قام واقع من على السيل. وقع لوحده؟ ايوه النبي. ايوه بس الواد خميس بيقولوا انه اتشل. انا ما اعرفش حكايه الشلل دي، انا ساعه ما حصل اللي حصل جريت، الصبحيه بقى سمعت حكايه الشلل دي. على كل حال هنعرف، وقال يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. اجمد امال يا شاكر يا اخويا، الدكاتره قالوا لازم نمسك نفسنا قدامه عشان ما يتعبش زياده. ايوه صحيح، ده مروان ما اكد علينا كلنا، قال لنا لازم نراعي نفسيته، دي اهم من العلاج اللي بياخده. يا جماعه انا مش قادر استحمل اشوفه كده، مش قادر. وبعد ذلك يا غالية انتوا جالينا، ما تمسكوا روحكم شويه امال. على عيني يا عمي، على عيني. مش قادره، مش قادره. كل ما اشوفه يبقى هين عليا اقول له قوم يابا، ده انت كنت جمل، قوم يابا اقعد معانا، بس هو ما بيبقاش قادر. قومي قومي شوفي مين يا غالي. حاضر حاضر يا اخويا. ايه ده امال يا جليل، ما تعملش روحك كده يا اخي. مش قادر. راضي شوف اللي حصل لابويا. ابويا مال في يا غالي؟ اهلا يا اخويا. اهلا يا شاكر، ايه اللي حصل يا ابويا ده؟ اطمن يا راجل، الكلام ده حصل انت وزي عارف. بس يا اخويا مال اسمع بقول لك، امسك نفسك، الدكاتره محرجين احسن يتعب زياده. اطمن اطمن، خلي بالك. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه. اهلا يا ست الحاج، برضه تعب روحك وجايه لحد هنا. ما تقولش كده، ده الحاج زكريا غالي عندنا قوي. تعيش يا اختي تعيش. غالي والنبي غالي. اجمدي يا جليله امار، ان شاء الله هيقوم بالسلامه. يا رب يا سعد يا اختي يا رب. اسمع يا شاكر، لازم انت وراضي ترجع تحشنا تاني، لازم كلنا نبقى حواليك. ايوه صح عندك حق، اخر مره كنا متجمعين حواليه كان في منتهى السعاده. اه والنبي يا شاكر، ونرجع كلنا نتلم حواليه من تاني. اه يا شاكر، نرجع يا اخويا مع بعضينا. والنبي يا سعاد، قولي لجوزك يجي يقعد معانا هنا تاني، واذا كنتي زعلانه مني اكمني يعني لساني بيطول عليكي. ما تزعليش، انا دماغي فاضيه وقلب ابيض.
انا عمري ما زعل منك ابدا يا جليلة. ده كفايه ما جيتك مصر في عزا بابا الله يرحمه، انا مش هنسهلك ابدا. ان شاء الله ربنا هيقوم عمي بالسلامه يا رب. سلامتك سلامتك يا بابا. الف سلامه. الف سلامه ليك يا بابا. الف سلامه ليه. ابوك زي الفل الحمد لله. الدكاتره طمنونا وقالوا ان شاء الله كلها كام يوم ويقوم بالسلامه. طب ده انا كان ليا ابن عمي جات له الحاله دي وكلها كام يوم وقام زي الحصان. يا حبيبي ما تتخضش على روحك يا زكريا، دي ازمه وهتعدي. ايه وبعدين انت احني ملهوف على الكلام ليه والراب؟ ده احنا قضينا عمرنا كله كلام في كلام. خلاص بقى يا راجل، ده انت هتبقى زي الفل ان شاء الله. الف سلامه عليك يا زكريا. الف الف سلامه عليك. سلامه ليك يا ألف سلامة ليك يا بابا. ألف سلامة ليك. قمنا جريني لقيناه يا قلبي مرمي على الأرض ومفيش حاجة فيه بتتحرك. شيء غريب فعلا، والدكاترة قالوا صدمة عصبية يا عيني. من إيه بس؟ ما كان لسه عندنا وبيعمل الواجب وماشي زي الفل. أنت اللي كنت معايا بتنجي وتلاقيكي عكننتي عليه يا خميرة العكناني. أني؟ وأني أعمل له إيه؟ أني ما عملتلوش حاجة. أمال مين اللي عمل له؟ أمي طلعت من تربتها زعلته ورجع تاني. بس أمال يا جليلة، ده قدر ومكتوب. صل على النبي عليه الصلاة والسلام. رد عليا يا بنت عادل وفهميني، ابويا اهل كرانه، ابويا طول عمره جمل وعمره ما نخ ابدا. واني مالي؟ ده امر ربنا، انا ما عملتلوش حاجه. اقطع دراعي من هنا اهو اذا ما كنت انت السبب في اللي جراله. ما خلاص بقى يا جليله، هيفرق ايه لما نعرف مين السبب؟ خلينا في اللي حصل دلوقتي. يو لازم اعرف مين السبب في اللي جرال ابويا ده. هو لازم اعرف عشان ادخه على دماغه. بس اكتموا خالص، ايه الزعق ده؟ صوتكم ما يطلعش، عايزينه يسمعكم. احنا عايزين الهدوء والراحه. ده الدكاتره قالوا قدامكم كده. خبرك يا جليله. ابويا صعبان عليا. قلت خلاص خلاص يا جليله. يا بابا يعني حاله الحاج دي مروان هتطول ولا ايه بالظبط؟ بحسب شدتها ومكانها، لكن في معظم الاحوال طبعا لازم بتاخد وقتها. يعني ممكن فعلا ناس كبيره تجيلها الجلطه دي ويخفوا منها خالص. ما انا لسه بقول حسب شدتها، يعني في ناس كتيره قوي بتجيلهم وتعدي بسرعه وبتسيب اثر بسيط، بس ده بقى زي انذار. طب حاله الحاج تحديدا يعني من الحالات البسيطه ولا الشديده؟ والله يا جماعه الحاله مش بسيطه، لكن في نفس الوقت ما نقدرش نقول عليها من الحالات الشديده الميؤوس منها. اها ازاي يعني الكلام ده؟ يعني ان شاء الله هتعدي على خير، بس هتاخد وقت شويه. وقت قد ايه يعني؟ والله ما حدش يقدر يحدده، بس بندعي ربنا انه ما يطولش. طب ان شاء الله يعني لما يخف الحالة دي هتسيب في أثر في الحركة يعني مثلا؟ حكاية الحركة دي هتتحل تدريجيا بالوقت مع العلاج الطبيعي. ياه دي موال كبير قوي. عشمنا في الله كبير انه يخفف عنه. يا رب ربنا يشيل عنك يا حاج. يا رب. أهم حاجة انه ما يشيلش هم وما يوصلوش غير الأخبار المفرحة. براو عليك يا فتحي، عرفت تفلك من المعلم عارف وتيجي تقعد معايا؟ ده انت واد قرة قرة قرة. لا والله يا خميس يا أخويا، ده عم عارف من ساعة موال الحاج الكبير وهو ما بيجيش الشغل غير كل فين وفين. حق يا فتحي، وقعت الحاج زكريا دي اللي وقع جامدي. اي والله الراجل تعبان قوي. ربنا يحوش عنه. سيبنا من الكلام دي، بص البيه اداني ايه يا ابن الايه يا برهان. بيه دهب ده يا ولد. ايوه امال ايه؟ البيه يديك حاجه زي دي؟ امال هو يبقى عنده ايه يا ابني؟ انت شفت حاجه؟ ده اللي عنده كتير كتير قوي. أني بيستهيأ لي البيه بتاعك ده، الدار بتاعته مليانة ذهب وألمازات وحاجات غالية يامه. اللي عند البيه يا فتحي فوق ما تتصور، فوق عقلك يا ابني. أنت تعرف البيه بتاعي دي كان زي حالتنا كده. أيوه كان بيشتغل عند واحد في مصر، كان تاجر كبير قوي، ولما الراجل ده مات برهان بيه خد كل خيره. يا سلام يا ولاد، يعني الخير اللي عند برهان بيه ده كله واخده من الراجل اللي كان شغال عنده ومات. ايوه يا سيدي، ربنا يوعدنا. يا ما نفسي برهان به يموت واخد خيره كل اني راخر. الف سلامه عليك يابا. سلامتك يا حبيبي. ما تقلقش، ده انت بكره هتبقى زي الفل ان شاء الله. انت عارف الدكاتره قالوا ان حالتك مش صعبه ابدا، وباذن الله بكره هتمشي وتقف على رجليك احسن من الاول كمان. ليه؟ جنيه؟ ليه؟ جنينة؟ الجنينة؟ قصدك الجنينة اللي كتبناها لحسني؟ مالها؟ عاوزنا راح أسجلها لها في الشهر العقاري؟ يابا مش عايز نديها الجنينة؟ حبيبي يابا اطمن اطمن وارتاح. أنا ما كتبتلهاش الجنينة،
العقد اللي معها ده مزور. انا ما رضيتش اكتب لها حاجه من مال اخواتي وانت مأمن عليه. قلبي كان حاسس انها ما تستاهلش حاجه من مالك. انا ما عصيتكش يابا، انا عملت كده عشان احافظ على مالك. وهتعملي ايه انت وراضي في شغلكم اللي في مصر؟ والله لسه مش عارفين يا غاليه، لكن راضي طبعا مستحيل يسيب والده وهو في الحاله دي، علشان كده هيضطر ينزل مصر ويجي كل يوم. يو طب وما ينقلش روحه هنا تاني ليه؟ ما انا قلت لك لسه يا غاليه ما قررناش ومش عارفين هنعمل ايه. طب ومامتك اللي بقت لوحدها دي هتعمل ايه؟ ما هي دي رخره حكايتها حكايه ومش لاقيه لها حل. طب ما ينفعش تيجي تقعد هنا معاكي زي ما عمي كان قال لها. ما اعتقدش انها هتوافق على كده ابدا. وانت كمان ما انت حكايتك حكايه، هتعمل ايه في شغلك وزباينك اللي عند دار ابوك؟ المفاجاه والخضه يا ابله ما خلتش حد يعرف يفكر في حاجه. ادينا كلنا مستنيين نشوف حاله عمي هتوصل لايه. والله حاله عمي باينها جامده يا مريم، وشكلها كده هتاخد في وشها يامي. ما هو عشان كده ما حدش عارف يرتب اموره. ما هو لو نعرف حاله عمي دي هتطول ولا لا كان الواحد عارف يقرر هيعمل ايه. مريم قومي يا مريم، قومي يا اختي شوفي جوزك عاوز ايه. حاضر عن اذنكم. اتفضل. اذنك معاك يا حبيبتي. ايوه يا شاكر. زكريا صحي ولا ايه؟ لسه صحي حالا بس ما عيطش. الحمد لله. ايه روحي ايه يا حبيبي، ما تروق بقى وتصلي على النبي كده. عليه الصلاة والسلام. انا بس مش عارف اتصرف ازاي يا مريم. مش عارف تتصرف ازاي في ايه؟ في الشغل طبعا، وهاني لازم افضل جنب الحاج بعد اللي حصل له ده، ما اقدرش اسيبه واقعد بعيد عنه. في نفس الوقت لازم اراعي المال والشغل مع اخويا، عارف الحاج خلاص لا هيقدر يروح ولا يقدر يجي. برضو ما اقدرش اسيب عمي سلطان بعد ما وقف جنبي، ما اقدرش اسيبه واسيب المحل واقول له اتصرف انت، صعب عليا قوي. ان كان على بابا ما تحملش همه، سيبه عليا انا، وهو الحمد لله مرعي ممكن يقف في المحل دلوقتي. المهم انا مش عايزاك تعمل غير اللي يريح ضميرك علشان بعد كده ما ترجعش وتأنب روحك. طب وانت يا مريم؟ انا ايه بس؟ يعني شغلك وزباينك. يا حبيبي المكان اللي انت هتكون مستريح فيه انا ان شاء الله هكون مستريحه فيه. ايوه بس انا كده هبقى محرج من عمي سلطان قوي. قلت لك سيب عمي سلطان عليا انا ومرعي. ربنا يريح قلبك زي ما بتريحي قلبي بالظبط يا حبيبتي. قول له براحته يا ابني، ينام على الجنب اللي يريحه. ده مكسوف ومش قادر يكلمك، وفي نفس الوقت مش قادر يتخلى عن ابوه. لا حول ولا قوه الا بالله. ومين قال كده بس؟ الراجل مريض ومحتاج عياله حواليه، اذا كان في البيت ولا في الشغل. واذا كان على الدكان يا ابني اهو البركه فيك، انت تبقى تشغل. انت الخير والبركه يا حاج. الله يبارك فيك يا ابني. هو اللي قالك الكلام ده؟ لا دي ماري. خلاص قول لها ابويا بيقول لك قولي له اعمل اللي يريح ابوك، وهنا ماله وهناك ماله. انا يهمني ايه في الدنيا دي غير استقرارهم؟ ماني قلت لها كده برضه. ما احنا خلاص يا ابني بقينا عيله واحده. الله ينور عليك يا حاج. وإذا كان يبني على الشغل في الدكانة أنا أبقى أبدل معاك، أهو منها تسلى بعد ما مشيت مريم، وريحك زي ما كان شاكر بيعمل معاك. ربنا يديك الصحة يا أبا وخليك. قولي لي يا ست عيشة وطمنيني، كلمتي سعاد النهاردة؟ أيوة يا أختي بكلمها كل يوم عشان أطمن عليها وعلى الحاج زكريا. الله يشيل عنه يا رب. ده أمير الأمرة. هو المؤمن كده دايما منصاب. الشيخ عبد الرحمن الله يرحمه كان روحه فيه. الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن، هو في زيه ده كان بيحب الناس كلها، ده خرطوب الارض يحب. من ساعه ما سابني وانا حاسه ان الدنيا ملهاش طعم. الست من غير راجلها ما تسواش حتى لو عندها مليون عيل. ربنا يخلي لي جوزك يا سعاد يا بنتي ويهدوه لك ويرزقك بالذريه الصالحه. قادر على كل شيء. بقول لك ايه، ما تقومي نقوم لكل ليله لقمه كده، انت من وش الصبح وانت على كوبايه الشاي باللبن. ماليش نفسي يا نرجس يا اختي، اما الليل بيليل والدنيا تظلم دماغي تودي وتجيب واحس بوحده. خلاص انا قاعده معاكي النهارده ومش سايباكي لحد الصبح. لا يا اختي لا، حرام ابنك. ابني هتاكله الديابه. خلاص بقى راجل طول بعرض. بقول لك ايه، انا والنبي ما بتحصر واقعد معاه ساعه طول النهار والليل في اوضته قافل عليه الباب وتشك تشك تشك قاعد مع الابصر اللي اسمه ايه ده الكمبيوتر. ربنا يخليه لك، انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. يا اختي احنا الاثنين غلابه والدنيا فاضيه من حوالينا. صدق من قال الجار احسن من الاخ. لا بقى احنا مش جيران بس، ده احنا طول عمرنا اخوات وحبايب. ربنا يديم المعروف.
غريبة، يعني هو انبسط لما قلت له ان العقد متزور وانك ما كتبتش الجنانة للبنت حسني؟ ايوه انبسط قوي. يو طب وانت فهمته ازاي؟ ده فضل يحاول يتكلم يا ولداه ويطلع كلمة حتة حتة فين وفين على ما فهمت هو عاوز يقول ايه. مالك سرحت في ايه؟ اصل عارف ده معناته ايه؟ ايه؟ ان اللي حصل له ده كله من تحت راسه المزغودة في قلبه. ماني برضو فكرت في كده. اصل ايه يعني اللي هيقلبوا عليها القلب دي كلته الا اذا كان شاف حاجة او درب حاجة زعلته وضايقته منها لله اذا كانت هي السبب. يكون عارف انها راحت لبرهان ما استحملش يا عيني قام طبط من طوله. ما عارف اني شاركته وما جرالوش حاجة. لا لا يا عارف تفرق كتير، انت اللي جمعك ببرهان فلوس وشغل، انما لو دري ان مراته راحت له بيته دي حاجة تانية، دي مصيبة. عندك حق فعلا، جايز قوي يكون عارف سوى عشان كده او عشان حاجة تانية. مدام مش عاوز يديها الجنانة يبقى اللي حصل له ده من تحت راسه المقروصة في نينعينها. ايه بس يا زكريا، ايه اهدى بس شويه، يا ريتني اقدر افهم انت عاوز تقول ايه وايه اللي عمل كده فيك بالظبط. بس يا حبيبي حسني، هي مزعلك في حاجه؟ عملت لك حاجه؟ يا ريتني اعرف عملت لك ايه واني كنت اتصرف معاها، بس خايف اعمل حاجه اظلمها فيه والبنت حامل تروح فين يعني، واني مش عارف حقيقه الموضوع. بس يا حبيبي بس ان شاء الله هتقوم وتبقى عال وتقول لنا على كل حاجه وتتصرف زي ما انت عايز. طب بس بقول لك ايه، انا عندي فكره. بص ادي ورقه وادي قلم، امسك بايدك الشمال، انا عارف اليمين مش هتقدر. امسك يا حبيبي، اكتب اللي انت عايزه، اكتب. حاول يا حبيبي. ايوه لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب معلش إن شاء الله هتقوم بالسلامة وتقول لنا على كل حاجة إن شاء الله يا رب. طيب أفوتك بعافية دلوقتي عشان تستريح. ألف سلام عليك يا حبيب، ألف سلام عليك يا زكري، ألف سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. ناظر. نعم. هو الحاج هيتكلم تاني ولا لا؟ طبعا هيتكلم ان شاء الله، قريب جدا هيتكلم، دي اول حاجه بتخيف فيا اللسان. ايام بسيطه جدا ويتكلم. ايام؟ ايوه ايام. ايه انت خايفه من كلامه في حاجه؟ لا ابدا، واني هخاف من ايه؟ اني بس عاوز اطمن على الحاج ده، انا مولع عيني ان هو يخف ويبقى كويس، بس مفيش حد في البيت ده بيديني ريح حلو، واني بس عاوز اطمن عليه مش اكتر. لا اطمني يا اختي وطمني قلبك، هيتكلم وينزل ويروح ويجي ويبقى زي الفل ويقول اللي في نفسه. السلام عليكم. وعليكم السلام. حاج اجيب لك حاجه تاكلها؟ طب اجيب لك حاجه تشربها؟ طب اعمل لك ايه بس يا حاج؟ انت صدقت كلام البت السوي دي؟ والله العظيم ثلاثه يا حاج، ولا ليك عليا يمين، الواد اللي في بطني دي من صلبك ومنك، والله العظيم اني عمري ما خنتك، داني متجوزه سيد البلد كلته، البت دي عاوزه تخرب عليا منها بتغير مني. امال انت فكرك ايه؟ تلاقيه كانت شايفاك وانت نازل من على السلم فقالت الكلام ده عشان تسمعه، واني اقول في عقل بالي ايه الكلام الغريب اللي عماله تقوله ده؟ يا حاج صدقني انا ما اعرفش اي حاجه من الكلام اللي اتقال ده خالص. ازيك يا عمي؟ عامل ايه؟ اللهم صلي على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم.
أني بقى عاملة لك شوية شوربة زي العسل وهرسلك فيهم الفراخ بإيدي تاكلهم كده كلهم بألف هنا وشافة. بص يا عمي الشوربة هتعجبك قوي. خد يا حبيبي خد يا عمي يا عمي كل يا عمي عشان العلاج اللي بتاخده. خد يا بنتي يا حسنة شوفي كده يمكن ياكل من إيدك أنت. آه طبعا أكيد هياكل من إيدي. يو بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ قومي يا بت قومي مش طايقك قومي فزي لا منك ولا كفايه شرك. خد يا عم كل يا حبيبي كل من ايد خد من ايد غاليه من ايد غاليه يا عم عشان خاطري عشان العلاج اللي بتاخده يا عم. خد يا حبيبي خد معلقه واحده بس بألف هنا وشفي مطرح ما يسري يمر ان شاء الله. الشوربه زي العسل وحط لك فيها الفراخ وحط لك فيها الليمون. خد يا عم خد يا حبيبي دي بس خد دي بس دي بس يا حبيب بألف هنا وشوف بألف هنا وشوف يا عم. دي كمان واحدة كمان يلا يا عم. خد يا عم خد يا غالي خد دي كمان عشان خاطر غالية عشان خاطر غالية حبيبي. الشاي سعادة البي حطيه عندي. قولي لي يا بيت. نعم. ما شفتيش حسنة من ساعة ما جوزها تعب؟ أبدا. الله ما هي لازم تجيني عشان تشوف حالها ومحتلة والفلوس اللي عندي دي. هي بصراحة كده عايزة تفض الشركة دي من قصر. اسمع الكلام ده منها. ما قالت لي مليون مرة ولحد من يومين لما جوزها وقع وهي بتقول. برضو اسمع الكلام ده بوداني. بالمفتشر كده هي مش هتقدر تيجي. اديني الفلوس وانا اديها لها. لا لازم تجيني هنا. الله وليه يعني؟ عشان نتحاسب وهي بعد كده تيجي ما تجيش براحتها. مش هتيجي يا سعادة البيه. طب اخرج انت بس منها وهي تعمر. واني متاكد انها هتغيب هتغيب وترجع تاني. هي ايه الحكايه؟ تقصد ايه يعني؟ انكم مش قادرين تستغنوا عن بعض؟ ايوه. لا ماني مش هسيبك لحسنة تاخدك مني. تاخدني ايه يا حمار انت؟ دي متجوزه وجوزها بيرك خلاص يعني السكه فضيت لك. بس انا مش هسكت ابدا ولازم انت تتجوزني. اني اتجوزك انت؟ ايوه تتجوزني. ها بطلوا ده واسمعوا ده. اسمع بقى ما اقول لك. أنا تعبت كتير واستحملتك كتير ولا يمكن أبدا هسيبك لوحدة تانية تاخدك مني على الجاهز. أنت فاهم؟ اوعى يا بنت من وشي. تعالى هني أنا بكلمك. بقول لك إيه يا بنت؟ الفيلا دي ما تحطيهاش تاني. ارجعي للشارع اللي جبتك منه. ارجعي للعشة وقسما عظما لو جيت هنا تاني لأكون قاطع رجلك. أنت فاهمة؟ سلمتني على اللي في مصر وحكيت لهم على الظروف اللي حاصله وقلت لهم ان المشوار صعب عليك. والله لولا دكتور مروان محرج عليا ابذل مجهود جامد قبل العمليه لا كنت رحت وجيت معاه. لا 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 ده المشوار فظيع. ده انا تعبت اول يومين اللي فاتوا دول. وبعدين باين علينا ان احنا قعدتنا هتطول هنا. انا استحاله يعني اسيب ابويا في الظروف اللي حاصله دي واقعد في مصر. طبعا. طب وهتعمل ايه؟ انا بفكر جديا ان استقيل من المدرسه في مصر واقطع اجازتي هنا وارجع للشغل من تاني. تستقيل من المدرسه؟ طب اعمل ايه يا سعاد؟ عندك حل تاني؟ لاني هقدر اسيب ابويا وهو في الحال ده ولاني قادر على المشوار والجهد اليومي ده. والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا راضي. يعني انت هترفضي تعيشي معايا هنا؟ بالرغم اني فعلا مش قادره ارجع للعيشه هنا تاني لكن في نفس الوقت مش قادره اعارض قرارك ومستحيل اتخلى عنك. سعاد انا مش هجبرك على حاجه انت مش عايزاها. مفيش اجبار ولا حاجه. الموقف اللي انت فيه اكبر من اني اتكلم. ربنا يقوم عمي بالسلامة. وبعدين يا حبيبي أنا معاك في أي حتة تكون فيها. أصيلة أصيلة يا بنت الناس. ربنا ما يحرمني منك يا سعاد. بس اللي أنا شايل همه صحيح والدتك الحاجة وقعدها لوحديها. أنا كلمتها وقالت لي لو عايزين تقعدوا مع عمي الحاج خليكوا. طب وهي؟ ربنا معاها أحسن من كل. ونعمة بالله. وبعدين أنا نازلة مصر بكرة علشان أخدها ونروح المستشفى عند دكتور مروان. ولا أنت غيرت رأيك؟ لا يا حبيبتي روحي روحي. واني واثق ان ربنا هيكرمنا باذن الله. يعني جبت بقيه العلاج كله؟ ايوه الحمد لله كله موجود دلوقت. طب الحمد لله. طمني بقى انت اخبارك ايه واخبار فلوسك اللي عند برهان ايه؟ خدتها ولا لسه؟ برهان ايه وزفت ايه بس
انا ما فيش حاجه شغله دماغي دلوقتي الا ابويا واللي جراله، انا ما بفكرش الا في ايه. لا يا عارف ما يصحش كده، ما ينفعش، الدنيا ما بتقفش يا اخي، لازم تشوف شغلك ومصالحك. ربنا عالم اني حزين ومتضايق قد ايه عشان الحاج، والدنيا سودة في عينيا، لكن ده ما يمنعش برضو اني اشوف شغلي والتزامات اللي ورايا. عندك حق يا اخويا، بعدين دي فلوسك عارف وشقاك وتحويشه عمرك كله، وفي ايد مين؟ في ايد واحد واطي وخسيس زي برهان ده، يعني لازم تفضل وراه لغايه ما تاخد حقك منه. ده ناخد حقي من حبيب عينيه، هو فاكر انه يقدر يضحك عليا؟ بس برضو بالراحه يا عارف، بالراحه تاخد حقك منه وانت مأمن نفسك ومن غير مشاكل. حدش عارف واحد زي برهان ده ممكن يعمل ايه. رجع في كلامه معانا يا جناب العمده. ايوه، وقال لنا مش حدلكم اي حاجه، وانا بعدت اجيبه هنا اكتر من مره مرضيش يجي. اعمل له ايه؟ ده حرامي ونصاب واحنا مش هنسكت. هتعمل له ايه يعني يا خاين؟ في ايدكم ايه تعملوه؟ ده احنا كده تبقى بيوت تتخرب. هو هيجي واحد زي ده يضحك علينا؟ يرضيك ده يا جناب العمده؟ والله انا حاولت اكون واسطه خير بينكم وبينه، انما انا ماليش في الموضوع، لا يرضيني ولا ما يرضينيش. وانتوا يعني كنتوا احترمتوا وجودي ولا خدتوا رايي قبل ما تبيعوا؟ يبقى هو كده كلنا وبلعنا وخلاص. يعني ايه ده احنا نخزع له عينه؟ ايه الكلام الماسخ ده؟ احنا فين هنا؟ ما هو غصب عننا يا جناب العمده، ده كلنا كلنا على قفانا كده. وكده بقى ما بدهاش، احنا لازم ناخد حقنا بايدين. ايوه ناخد حقنا بايدين. بس يا جدع انت وهو، انا بحذرك اهو، اوعوا تتصرفوا اي تصرف متهور، الراجل موقفه قانوني 100%. اهدي ولا فتح. ايوه يا عم عان. ايه اللي موقفك مع مرمطون الكلب ده؟ انا مش قايل لك لسانك ما يخاطبش لسانه؟ والله ما اتكلمت وياه، ده هو اللي جاي يسال عليك. ده برهان بيبعت لي ليك يا معلم عارف، وده عايز اهدي، بيقول لك هو عاوزك ضروري وبسرعه. يعني جهز الامانه اللي عنده؟ ما اعرفش والله. يعني ما تعرفش اذا كان صد الشراكه ولا لا؟ لا، هو بعتنا اقول لك انه عاوزك وبس. سلام عليكم. هروح له اشوف عايز ايه واشوف اخرتها معاه. غرش في شغلك. حاضر. سلام عليكم يا شاهد. اهلا. اهلا يا عارف، ازيك يا اخويا؟ اهلا يا اخويا، برهان بعت لي وانا هروح له، جايز يكون جهز لي فلوس. طب تحب اجي معاك؟ لا، انا بس لو اتاخرت عايزك تتصرف، لانه كلب حقير وما اضمنش ناوي على ايه. طب ما اجي معاك احسن يا عارف. ليه؟ هو اللي خايف منه؟ انا بس خايف افقد اعصابي واتصدم معاه لانه ملاوع. لا يا عارف، امسك اعصابك وبلاش نرفزها، شوف ممكن توصل معاه لايه بس من غير عصبيه. هحاول، ولو انه بارد وينرفز بلد بزيه. ارجوك يا عارف بلاش، اذا كان مش عشان خاطرك، عشان خاطر ابونا العيان ده، احنا مش ناقصين مشاكل من ورا برهان، كفايه اللي حصل. ما تخافش يا اخويا، همسك اعصابي. سلام. مع السلامه يا عارف. انت هادي يا خبيث يا بنت عنيات يا برهان بيه، يا هلا الله اللي هنا برهان بيه. ولا يا خبيث بنت عنيات يا هلا الله اللي هنا.